هاي المرة الثانية اللي منفل أمام المحكمة، في غياب للشهود. المحكمة أصلاً من أصلها باطلة، لأنه إحنا نعتقد أنه حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني. للمرة الثانية منيجي على المحكمة بغيب الشاهد اللي ما شافش شيء. إحنا بنعرف أنه ما شاف شيء، لأن إحنا ما إحنا مش سبب في فتنة طائفية أو مذهبية، إحنا ما سبينا المقامات العليا، إحنا ما تجمعنا بعكس القانون، بالتالي إحنا المحكمة إحنا مش معترفين فيها، بس حكم القوي على الضعيف. إحنا منيجي خوف لا يحكمونا غيابي، مشان نعرف إيش بدهم منا. إحنا بنعرف آخر هاي المحكمة رح نتبرأ، لأنه إحنا ما عملنا إشي غلط. إحنا طالبنا في العدالة لنزار بنات، واللي بيطالب بالعدالة ما بينسجن. إحنا بنعرف إنه اليوم في 14 متهم في قضية نزار بنات. إذا إحنا ما كنا نطالب بالعدالة، وإذا إحنا كنا على غلط، ليش هدول 14 بيتحاكموا؟ أنا بظن هم المحكمة نفسها بتقدر تجاوب على حالها، وأنا برأيي لازم تطلب من النيابة بلاش مماطلة. إحنا بعد شوية رح نبطل نيجي نحضر، بدهم يسجنونا يسجنونا، مش أول ناس بيسجنونا. وهذا بيعبر عن إشي، هو تغول السلطة التنفيذية على القضاء اللي هو مش نزيه.